حاضر اليوم بالإنابة عن السيد وزير الثقافة لسفره خارج العراق بمهمة رسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية 36، واستهل المجلس بإيجاز من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء عن المحاكاة الثالثة للعملية الانتخابية والتي تكللت بالنجاح هذا اليوم، وهذا مؤشر على أن الحكومة جادة بالتعاون مع المفوضية بتقديم الدعم الكامل لإجراء انتخابات شفافة ومبكرة. هذه الانتخابات التي نوصفها بأنها تاريخية لأنها الانتخابات المبكرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية، والتي تؤسس لاستمرار التداول السلمي للسلطة بين القوى السياسية. يدعو مجلس الوزراء جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، ونتمنى أن تكون انتخابات شفافة ونزيهة تعكس رأي الشارع العراقي لاختيار ممثليهم. كما تطرق السيد رئيس مجلس الوزراء بأن هنالك وعود من قبل بعض المرشحين بالتعيينات، سواء كانت التعيينات في الجهات المدنية أو العسكرية أو الحشد الشعبي أو الأمن الوطني أو إلى آخره. أكد سيادته بأن جميع هذه الادعاءات هي ادعاءات عارية عن الصحة، ولا توجد أي تعيينات في الدولة العراقية. كما أكد على دعوة المفوضية التي دعت سابقا جميع المرشحين وجميع المواطنين بتقديم الشكوى في أي خرق للعملية الانتخابية. وأعتقد لاحظت حضراتكم والجميع بأن هنالك استبعاد لبعض المرشحين الذين خرقوا التعليمات الانتخابية، والحكومة تدعو جميع المرشحين وجميع الكتل السياسية إلى التحلي بروح المنافسة، وأن تكون هذه الانتخابات هي انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، وتعكس إرادة الناخب وعدم استغلال حاجة المواطنين بالتحايل عليهم أو سحب البطاقات أو شراء البطاقات الانتخابية. ونؤكد على أن المفوضية أعلنت في أكثر من مناسبة بأن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى في هذا الصدد. بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء لمناقشة ما موجود على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات سيتم الإفصاح عنها ومن قبل المكتب الإعلامي للسيد رئيس مجلس الوزراء بشكل تفصيلي، ولكن أذكر موضوعين منهم. أولا، تم التصويت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري، وسيتم توفير قروض للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية من المصارف الحكومية. وهذه الأراضي القرار في وزارة الإعمار والإسكان بأن تكون أراضي مخدومة فيها بنى تحتية والخدمات الأساسية وفق آلية معينة، سيتم الإفصاح عنها من قبل وزارة الإعمار والإسكان بالتفصيل. كذلك تم القرار بمنح فرصة استثمارية لمستشفى استثماري للأمراض السرطانية في بغداد، وهذا أيضا سيساهم في تقليل العبء عن كاهل المواطنين الذين يعانون من هذا المرض، أعاذنا الله وإياكم منه. جميع القوانين بالتفصيل كما ذكرت سيتم الإعلان عنها من قبل المكتب الإعلامي تفصيليا. الآن تفضل إذا أكو أي سؤال. السلام عليكم معالي الوزير. عليكم السلام. فواز مراسل قناة العراقية الإخبارية. أهلا وسهلا. معاليك، نتحدث بعد شركة توتال الفرنسية وشركة بيكر هيوز الأمريكية، هل هنالك اتفاقات ستبرمها الحكومة العراقية مع شركات عربية وعالمية في شتى المجالات؟ وهل تعتبر هذه الاتفاقات الجديدة اللي تعد مهمة واستراتيجية نظرا لحاجة البلد ضمن مخرجات القمة الثلاثية مع مصر والأردن، وأيضا من ضمن مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، حقيقة سؤال مهم، وأؤكد بأن الحكومة ماضية في العمل على توفير بعض المتطلبات الأساسية اللي من ضمنها الغاز والكهرباء. ما تم التوقيع الاتفاقي عليه مع شركة توتال هي جزء من عنده يخص الغاز المصاحب، وهذا سيوفر الغاز اللازم لتشغيل المحطات التي تعمل على الغاز المنتشرة في مختلف أنحاء العراق. وكذلك جزء من الاتفاق هو لتوليد الطاقة الشمسية، وأعلننا سابقا عن إقرار وإحالة
7000 ميجا وات لمختلف الشركات الاستثمار في مجال الطاقة. باب الاستثمار وباب الشراكة والتعاون الاقتصادي هو مفتوح لجميع الدول، ليس لدينا فيتو على أي دولة ما دام ضمن الأطر والأعراف الاقتصادية والدبلوماسية، ونحن نتطلع إلى شراكات مع شركات عالمية مهمة. أكيد المؤتمر القمة عزز ورسخ هذا التوجه للحكومة، وأكيد سيفضي إلى اتفاقات لاحقة. لدينا وفود أتت في الأسبوع الماضي، وإن شاء الله سيتم استكمال الإجراءات. وزارة النفط عاكفة على استثمار غاز حقل المنصورية وحقل عكاز أيضا، وحقل الأرطاوي تم التوقيع الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية. نعم، السلام عليكم. مصطفى الشمري مراسل قناة السومرية. دكتور، قبل أيام قليلة انعقد مؤتمر دولي حضرته العديد من الدول، دول مجاورة ودول العالم، لملاحقة الأموال المهربة من العراق إلى هذه الدول. وهذه الأموال تقدر يعني بحسب تصريحات حكومية أكثر من 100 مليار دولار تقريبا. يعني اليوم السؤال، يعني ما مدى تعاون هذه الدول مع العراق في استعادة هذه الأموال المهربة، يعني سواء كانت دول مجاورة أو دول أخرى؟ وهل الحكومة قادرة فعلا على تحقيق ولو منجز بنسبة قليلة من استعادة هذه الأموال المهربة؟ يعني رقم ليس بالقليل صراحة خارج العراق. لما تبقى لها من فترة زمنية، الحكومة قادرة فعلا على استعادة هذه الأموال؟ شكرا جزيلا. الحكومة، طبعا نتحدث عن دولة والحكومة تنتهي وتبدأ حكومة أخرى، وهنالك مؤسسات رقابية مسؤولة عن هذا الشأن، من ضمنها هيئة النزاهة. ومجرد حضور الدول حضورها لمؤتمر في العراق هو إقرار بإمكانية التعاون والموافقة على التعاون مع الحكومة العراقية على استرداد هذه الأموال، بغض النظر عن من هي الدولة وكم المبلغ. نعتقد بأن الحكومة الحالية هي جادة في العمل على هذا الملف، وما هو واضح للعيان ما عملته هذه الحكومة من لجنة مكافحة الفساد والملفات الفساد التي فتحت، وكذلك ملفات استرداد الأموال. طبعا مثل ما هو معروف هذا ملف شائك جدا، ملف استرداد الأموال، لأن بحاجة إلى اتفاقيات مع الدول التي تتواجد فيها الأموال، وبحاجة إلى فرق فنية متخصصة في تتبع الأموال. للأسف الفاسدون والذين سرقوا هذه الأموال لديهم من المهارة ما يستطيعون إخفاء هذه الأموال، ولكن بالمقابل الحكومة جادة بالتعاون مع الشركات المحاسبية المختصة في تتبع هذه الأموال. العملية ليست سهلة كما تتبع أبرة في كومة من القش، ولكن كما ذكرت الحكومة جادة ولديها اتفاقيات مع البلدان. لا نستطيع التصريح عن بجميع التفاصيل، ولكن هنالك خطوات قادمة بهذا الاتجاه. شكرا جزيلا. السلام عليكم معالي السيد الوزير. السلام. احمد خديق ضير، جريده ديالى الاخباريه. اهلا وسهلا. سؤالي، متى تبدا الحكومه بتدقيق استمارات المتقدمين للحصول على قطعه الارض؟ هل يوجد هناك نقاط مفاضله بين المتقدمين؟ نعم. شكرا. كما ذكرت في بدايه حديثي في ان اليوم تم اقرار الاليه، كان هنالك اكثر من 3.5 مليون متقدم على الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وتم اليوم إقرار الآلية. وحسب ما أخبرتنا به معالي وزيرة الإعمار والإسكان بأن العمل جاري على تدقيق هذه الملفات، ومن ثم الإعلان عن المتقدمين. وطبعا الإعلان راح يكون تباعا حسب ما متوفر من الأراضي. هذه العملية ليست بالعملية الهينة، لأن بعض الأراضي فيها عائديتها لوزارة المالية، والبعض الآخر يجب أن يعملوا مع وزارة الزراعة لرفع يد الإصلاح الزراعي عنها. هناك تفاصيل فنية، ولكن ما متوفر الآن يعني حسب ما علمنا أكثر من نصف مليون قطعة سيتم توزيعها قريبا. واليوم تم إقرار هذه المبادرة، وأيضا تم الإقرار بضرورة توفير قروض للمواطنين لبناء دورهم. السلام عليكم معالي الوزير. السلام. محمد فراس مراسل قناة التغيير الفضائية. أهلا وسهلا معالي الوزير. البرلمان صوت على حل نفسه في 7 أكتوبر المقبل
ما إن كانت هنالك انتخابات وستكون هنالك انتخابات. نعم. الموازنة يجب أن ترفع في 15 من ذات الشهر، نتحدث عن أسبوع بين حل البرلمان وإقامة الانتخابات والموازنة، كيف سيحل هذا الأمر خصوصا أن كما هو معتاد شهرين بعد الانتخابات ستكون لتشكيل حكومة جديدة، هل هذا يعني أنها ستؤجل إلى السنة المقبلة؟ نتحدث بتوقيتات دستورية ونتحدث بجانب واقعي أيضا. هنالك لجنة تسمى لجنة استراتيجية إعداد الموازنة في مراحلها النهائية يرأسها السيد وزير المالية وفيها أعضاء من مختلف الوزارات، إن استطاعت أن تنهي أعمال الموازنة ستقدم إلى مجلس الوزراء. كما هو معلوم في يوم حل البرلمان نفسه تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، مما يعني عدم إمكانية تقديم مشاريع القوانين. الموازنة بالتالي هي مشروع قانون يقدم من قبل الحكومة إلى البرلمان. الفترة المتبقية ليست بالكثير، وحتى وأن أقرت في مجلس الوزراء الواقعية واضحة، بعد إجراء الانتخابات نحتاج إلى وقت معين وفق توقيتات دستورية معينة ليلتئم البرلمان وتشكل الحكومة. من الناحية الواقعية قد تكون الحكومة المقبلة لديها توجهات تختلف عن الحكومة الحالية. ما علينا، سنقدم الموازنة أو نحاول تقديم الموازنة وفقا للتوقيتات المتبقية من عمر الحكومة بما نعتقد بأنه مناسب لإكمال تنفيذ برنامج الحكومة. أما في الحكومة المقبلة قد يكون لديها برنامج يختلف عن برنامج الحكومة الحالية، بالتالي قد تضطر إلى سحب الموازنة وإجراء بعض التعديلات والتغييرات والإضافات بما يتناسب مع رؤيتها في إدارة الدولة في الفترة فترة الأربع سنوات التي ستكون هي الحكومة العراقية. هذا يعني أجبت بواقعية وبتوقيتات دستورية. نعمل على أن تكون جاهزة للحكومة المقبلة، إن لم نستطع تمريرها في مجلس الوزراء على الأقل راح تكون جاهزة وفق رؤية الحكومة الحالية. شكرا جزيلا. شكرا شباب.